يا صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا. يوم جديد، نهاركم سعيد. النهارده 3/7/2019. طبعا احنا موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشره اليوم الاربعاء بفقراته المتنوعه. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت البطوله، عشان كده مفيش، احنا طول الوقت بنتكلم على البطولات، على الماتش الجاي هنروح ولا لا. بس الاول خلينا صباح المصطفى، ازيك؟ صباح هتروح الفل. الماتش؟ طبعا يا رب نعرف نحجز تذكره. كل كل تذاكر مشغوله. ايوه طبعا، زي ما انت شايف انا لابس زي المنتخب، لان كل منتخب كل مباراه بيغير. ايوه كل مباراه بيغير رايه. انا جاي النهارده بشجع ولابس تيشيرت المنتخب اهو. كل التمنيات للمنتخب المصري، طبعا كل المصريين بيتكلموا كوره النهارده. صحيح، وكل الناس كانت لحد امبارح بالليل كله، طب احنا هنلاعب مين؟ يا ترى هنلاعب كينيا، جنوب افريقيا؟ بس في الاخر حسمت لصالح جنوب افريقيا يوم السبت ان شاء الله. ومن موقع ومن مكاني هذا ومن موقعي هذا، انا بقول ان اللي ذاكر ذاكر، واللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. يعني الفرق بتاعت المجموعه بتاعتنا اكيد هتبقى مختلفه عن فرق جنوب افريقيا. يعني جنوب افريقيا طبعا كدوله احنا عارفين هي عامله ازاي ومتقدمه ازاي طبعا، فبالتاكيد كل الامور دي بتصب في الكوره، زي ما شايفين كده دوري الابطال الانجليزي او دوري الابطال الاوروبي، وبنشوف الدوريات الافريقيه والاسيويه، طبعا فرق شاسع. فخلي بالكم يا جماعه، جنوب لا افريقيا. لا بس عندنا برضو، معلش يعني صحح لي اذا كنت انا غلطانه، في منتخبات من دول افريقيا منتخبات عالميه طبعا بجد يعني. طبعا طبعا طبعا، اللياقه البدنيه ربنا يستر علينا يعني. احنا يعني بنقول الكابتن ناجيري، يعني ربنا يوفقك ان شاء الله. بس خليك معانا بس شويه. طب تعالوا نستعرض فقراتنا النهارده مع حضراتكم. انا هيكون معايا، عندنا دايما نماذج كتيره جدا في مصر بتحب بلدها بجد، وعايزه دايما مصر تظهر بشكل حضاري ومتقدم، وتنميه تكون على قدم الوساق زي ما بيقولوا. فمعانا مبادره مهمه جدا، هي مبادره ازرع شجره مثمره. هنتكلم فيها مع استاذ سامي السيد سامي، ومؤسس مبادره ازرع شجره مثمره. هنتكلم ايه انواع الشجر، المناطق هتكون ايه، هل ممكن، يا رب بتمنى ان احنا يتم تعميم هذه المبادره في كل انحاء الجمهوريه وفي كل انحاء المحافظات. لان طبعا فكره انك تزرع شجره دي قد ايه انك بتستفيد، لان الشجر بيمنحك الاكسجين. طبعا بيمنحك الاكسجين طبعًا. ففكره ان انا بتضايق جدا ما امشي في الشارع يوم قاطعين شجر. صحيح. فعشان كده لازم يعني نشجع هذه المبادرات. يعني كان في مبادره جميله على الفيسبوك، ارميها بدل ما ترويها، لا تجمع الثمار بتاعه الفاكهه بتاعتك وترميها في اي طريق. بالظبط، ده للقاطنين في مدينتي، والقاطنين في السويس، والقاطنين في الرحاب، اللي هي الاماكن المفتوحه، او اكتوبر اللي عندهم طريق سريع. ما ترميش البذر بتاعك، خده وتصدق بيه، خده وحطه في كيس. قال لك ما تحطوش في كيس بلاستيك، حطه في كيس ورق. وانت ماشي على الطريق ارميه وسيبه. ربنا بقى، بيقولوا ان هولندا وبيقولوا ان الدنمارك حملات للتوعيه حصلت فيها مع المواطنين، ساهمت في زرع اماكن كتير جدا كانت معرضه للتصحر. فدي طبعا يعني اعتقد ان هي حاجه مش هتكلف حد على سبيل صحيح. المثال يعني طبعا. فكروا معاك ايه معانا. ببقى سعيد جدا لما بنشوف البلاد الاوروبيه هي بتتكلم عن مصر. الاكاديميه الملكيه للفنون في برشلونه بتروج لمصر في احتفاليه بعنوان مصر في عيون اسبانيا. ضيف الفقره هيبقى فيها الاستاذ احمد سعد الدين الناقد الفني. بطبيعه الحال هنتكلم عن هذا الحدث الاوروبي المصري الاسباني. كمان هيكون معانا فقره عن كتاب، والكتاب اسمه انا جريئه للدكتوره تماني النشار، وهي مؤلفه هذا الكتاب. يمكن الدكتوره تماني سافرت بلاد كثيره جدا، ومن خلال هذا الكتاب بتنقل خبراتها وبتنقل الثقافات اللي اتعرفت عليها. هنتعرف كتير جدا على البلاد اللي راحتها واستفادت منها ايه، وازاي قدرت ان هي تنقل تجربتها عن طريق الكتاب. ليها مقوله حلوه جدا، انا لا اعيش كي اسافر، انا اسافر لكي اعيش. فعشان كده هتكون معانا طبعا دكتوره تمني النشار، وهيكون طبعا معانا دايما في يوم الاربع فقره المرور، وهيكون معانا الكاتب الصحفي الاستاذ الحسين عبد الفتاح، ف ضيافة طبعا اللواء أحمد عاصم. ننتقل بسرعة لأول فاصل معنا ونقابلكم بعد الفاصل.